السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباح أبوي اللي حق تحلك البارحة من عقب ما خلصت الوهم جشعر. حين أبوه قبل رمضان بأسبوع 10 أيام الوهم جشعر، صرت أبوي تحلكت البارحة، صحتنا الويه ولقطنا وعدلنا، وهذا اللي رمنا نسوي له. شن نسوي؟ صلحنا ليده، عدلنا، زين، يعني هذا أكثر عجيب ما يستوي الوي. شو بتسمت؟ شو بتعدل؟ شو بترقع؟ لا يصلح النجار، ما أفسده الدهر. لكن إنسان يقول المتعلج ولا الطايح، الإنسان يتلاحق عمره قبل ما يدقق ويغادي مرة يتهردم، بعده يدار متشلخ. بتسوي له معجون، بتسوي له صلحة، بتسوي له بتسدد له طرور هايل. ينوب الويوه تحراهم طرابيل مال بخاخير، يعني بخاخير دادرة من لك 600 سنة. احنا ابو دادل من ويه من يم دادل 40 50 60 سنة، شمس عليه، طحفيي، براديي، مطريي، طوفاني، فبغاد بحب لك الحمد لله. انا بربي يعني انا يحيي الحمد لله. حد من العرب ويوهم قادي غير مغضوب عليها ولا الضالين، حد من العرب ويوهم الويه قادي تحرى مرك دياي، كان بني آدم ويه قادي مرك دياي هنمونه، وحد من الوادب، وحد من كم يوم شفته، لا حول قوة إلا بالله، لا حول قوة، ما تعرف شو نسوي في حياته. هذا تحراه فوهت بركان، كان بني آدم الله يخلجه ويه فوهت بركان، وبعد يتحرى عمره ولا الصلال في الغبة، يتحرى عمره ولا الصلال في القبة ولا يشوف من سما رقعة. لتلحلح واسمعه وهو ظاهر، والله إن شاء الله عقب العيد بنصير سويسرة. ماشينها بثمك، ماشينها بثمك، سير سويسرة. غير بلاتك أنت، زنجبار تخق عليك، زنجبار تخق عليك. شو دراني حرب العرب؟ لا إله إلا الله. هي والله الإنسان يقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال، يرضى بقسمة الله ويرضى بعطية الله ويرضى باللي هو فيه ويليج فرض الله، يليج فرض الله. لينان حلم اللوادم يكذب، يكذب الكذبة ويصدقها. حلم العرب يكذب الكذبة ويصدقها والعياذ بالله. هاي مصيبة، اللي يشوف عمر مرة فوق شبد السماء متعلي، قربالك الله يا عور يا مهندس، يوم ما تشوف ما تلمس، يا عور يا مهندس يوم ما تشوف ما تلمس. الله عاطنك حواس، سمع، أقول إنك أنت الله خذ على سمعك وبصرك لين هالدرجة، الله خذ على سمعك وبصرك لين هالدرجة، يعني ما تشوف عمرك، منظرة، عيون، اذنين، حاسية، يعني ما أدري، سبحان الله. حد من العرب هي والله، هذا يسمونه إينان أو الحلم، أحلام اليقظة، يشوف عكس اللي في المنظرة، المراد والله يا أبوكم أنا صرت زنجبار، ما كنت حاط في بالي إني بشوف بلاد هالنمونة، زنجبار جمال طبيعة وناس طيبة وصغارة نفس فيهم وأياويد وكرم يتبعونك وين ما تصير. البلاد زين، أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شيء إن يعني تعبلون منها بتزين، بتغدي شيخة البلادين. هاي زنجبار اللي انتو تشوفونها فنانة طبيعة وناس وطرب وناس في حالها وأمن وأمان عندهم. البلاد بسيطة، البنية التحتية عندهم من شوارع وممرات وبقعهم يعني شوية تعبانة، لكنها كطبيعة من أروع ما الحين بيفتتحون فيها مطار يسوى لك كتومان. المطار الحين بيفتتحونه لشركة معينة متسوتنه، لكن ما شاء الله واستثمارات فيها ما في بلاد. أظني الدنيا الحين كلها بتفترج داها، زنجبار الدنيا كلها افترت من كم من سنة، لكن الحين بتجبل عليها الخير. زنجبار بتنجل، بتغدي بلاد ما عقبها بلاد فنانة طبيعة وجو ساحر وعرب طيبة وطرب وأناس والناس كلها تنقز على كراع، عراقة وتاريخ وآثار
وبيوت وقصور، ريحة السلاطين وين ما تصير في هاي البلاد، ريحة السلاطين وين ما تصير، بيوت عمدان من مرمر ومرجان، بيوت عمدانها وصناطوينها من مرمر ومرجان، أعمار البيوت أكثر عن 300 و400 سنة، من مليون سنة. غادي البلاد تزح تزح البلاد، تقول لا إله إلا الله، منو كان عايش في هالبلاد؟ شو كانت عيشتهم اللي قبل 100 سنة؟ بيوت صناطوين، بيوتهم صناطوينهم، صناطوين البيوت. حداك تليفون أباني ما أرد إلا أدبك، لا أدب أنا أبو ما أدق إلا يوم تحيدني أدق أسوي سنابات. هي بيوت صناطوينها من مرجان، بيوت صناطوينها من مرمر، بيوت صناطوينها ويدرات تبن صندل. لا إله إلا الله، شو هالعز اللي طاف على هاي البلاد؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، نخبة نخبة من المستثمرين من الإمارات وغير الإمارات ساروا هالبلاد، أكثرهم من هالإمارات من المستثمرين ساروا وخذوا هاي البيوت الأولية وحولوها إلى تحف معمارية، من فنادق، من حاولوا يسوون اللي ما حد سواه، عدلوا في سووا المسايد ورمموا وسووا المدارس، سووا دور ليتام، سووا دور رعاية الأطفال، دور رعاية المشردين، سووا يروا المياه، دفقت الفلاية، سووا اللي ما حد سواه في غضون 5 و8 و10 سنين. في هالعشر سنين اللي اختفت أنا يوم سرت، ولأنها الدنيا ما شاء الله تبارك الرحمن غادي ريخة، غادي الدنيا تبهلل. لا إله إلا الله، والعرب توها عادت وقفت حين، والعالم كلها مجبلة كلها على وين؟ على زنجبار. والله شفت شباب تبارك الرحمن من هالدبي سوين مشاريع، من ضمن هالمشاريع فاتحين كوفي وما أدري شو مسوين، متجمعين ما شاء الله 3-4 مسوين مشروع، 3-4 مسوين مشروع، مشاريع ناجحة. اللي تشوفون العالم الإنجليز والتليان من كل بلاد، ناهيك عن العرب، ناهيك عن اللي من شرق ومن غرب، والإسبان والأمريكان والإنجليز كلهم هناك، لأنها طبيعة والبلاد فيرجن والبلاد نظيفة. سبحانك يا رب، شو غادي هاي زنجبار؟ أنصح اللي بيصير ولا خاطر في سيرة بلاد رخيص وبلادهم رخيصة وزينة وفنادقهم، حتى الفنادق بمهات 3 ستار و 2 ستار من أروع ما يكون، بيوت قديمة مرممينها ومعدلينها وجالبينها موتيلات ومسوينها مثل الفنادق الصغيرة بانسيون، وهذاك الثاني يسمونه نسيت حب الذكر بخبركم، بوتيك، فنادق بوتيك مسوينهن على الطراز غير نمونة. تتخيل يعني عظمة وعراقة التاريخ والبنيان الأولي، ومرمم ومعدل، مخلينا على عمل بحرة ومعدلين ومزينين، تحرى عمرك مسير على بيت ناس من هالأول، لكن البيوت نظيفة معدلة ومزينة، جايين مستثمرين من كل الدنيا العودة، وأغلبية المستثمرين من دولة الإمارات ما شاء الله، من دولة الإمارات مستثمرين مسوين ضاخين مبالغ كبيرة، معدلين في المزارع، مسوين المزارات، مسوين الدنيا، ومن هالعمان، من هالعمان، هي عمان عاد إلهم العرج، إلهم ما شاء الله، إلهم كانوا في زنجبار مئات السنين ما شاء الله يعني، ومسووا فيها اللي ما حد سواه من الزين، الحدايق والقصور والفلاية، وطروا الشوارع وزرعوا الهمبة وزرعوا كل الفاكهة في العالم يا أبو. العمارة تحرى عمرك كأنك جالس في مطرح، تحرى عمرك في مسكت، لكن في وين؟ في أفريقيا. سبحانك يا رب، جميلة 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 زنجبار. أنصح لا تقولوا ما حد قالكم، وايد ضروري وايد ضروري، لو تسيرون 5 أيام لو 3 أيام البلاد فنانة وجريبة، هذه فرت حصى وغاوية وزينة، وبتشوفون شيء ما كنتوا تتوقعونه، البلاد وأسعارها رخيصة كبلد، وما شاء الله المشاريع الإماراتية هناك كثيرة، وفنادق فيه من 7 ستار إلى بلية ستار، حتى اللي بلية ستار أخير عن شيء من البلدان الفنادق اللي هن 3 ستار، لهالدرجة النظافة اللي في فنادق. اللي يبي يشوف زنجبار على طبيعتها وجمالها، وهذا يدخل في حسابي الخالدي فايف، اللي هو نفسه مال أنا حساباتي كلهن الخالدي فايف، إن كان يوتيوب ولا انستغرام ولا
ولا السناب شات ولا كل حساباتي انا، حتى تويتر كلهن الخالدي فايف. بنتدخل بتشوف ابوي العجب اللي انا صورته بزنجبار، فنادق في منتهى الروعه واكل، يا سلام سلم الاكل السيفود اللي عندهم، اللي بيصير يدور لحم ليصير. ها هذا 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 هو خوش دوري، لكنه مثلوم. خوش دوري غير في شعره، الشعره يعني الشلخ يقصدون، هي لحم ليدور، اللي بيدور هناك اللي بيصير يبقى من الربيان، يبقى النغر، يبقى اللخم، يبقى القشيد، يبقى اليراير، يبقى التونه، يبقى القواقع، يبقى شنقوان، يبقى القبقوب، يبقى الربيان، يبقى اي شيء تبى ماكولات بحريه فرش هاي الساعه يتلابط. الكل فندق مسوين عامل وعاملتين وثلاث، يبن ابوي السبجان ويطبخون هاي الساعه قدام عينك، كله قدام عينك، كاشوفي عين شوفي البلاد فنان. ما لي شيء اللي خلاني يا رب ابي ارسم مدح زنجبار من صباح الله خير. انا يوز على المطابخ، انا ما يوز، ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه هذا اللي يعدل الهريس، اللحم اللحم اللحم، غير اللحم ما يعدل الهريس، ما يعدل الهريس. ايه يلا شكرا، ثانك يو، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه هذا المالح، هذا المالح احنا لازم نجلي شوي، نحن ويونا حق المشخوط لازم عقب التنظيف والتطويش، وهذا لازم نجلي شويونا حق يدور في قاعة الهدر متقابض، حق يكون متقابض المالح يتقابض يتقابض متماسك ما يتفتت. ها شوفوا ايش قاعد يغذى، هذا المالح غسل منظف محفف ومقلع، لازم يجلونه هالنمونه حق تغدي القطعة بقطعة ما يتفتت شرات الرمل. ما شاء الله تبارك الله. مالح اللي نحن نستعمله من الحوت، مالح الحوت، مالح الحوت. حطوا الانستغرام بيظهر لكم، دخلوا عندي بتلقطوني اتابع في انستغرامي. لا تقولوا ما قلنا لكم، مالح الحوت اخير مالح انا تجربته بدال الودي هل، وناخذ من هالكثر سنه في رمضان الشهر 30 ليله كل يوم 4 درامات نستعمل من عند مالح الحوت. مالح الحوت عندهم القباب وعندهم اليدر وعندهم الشنعد وعندهم حتى خيل البحر، لكن السنه ما يانا من عندهم خيل البحر ما حصلها، وعدونا قالوا عقب الحين ان شاء الله، لكن مالحهم اخير مالح. البوسنه سراييفو بلد الجمال، بلد الطبيعه، بلد جميل في منتهى الروعه. جيت هنا وكانت اول زياره لي وصرت لتغطيه مشروع، لكن بهرت بمشاريع الامارات. الامارات في كنتي البوسنه مشاريع اماراتيه عديده وكثيره، من انجح المشاريع اللي في كنتي البوسنه المشاريع اللي من دول مجلس التعاون من الخليج، لكن الاهالي دوله الامارات مسوين مشاريع كبيره وجميله للغايه. من هالمشاريع فندق شقق فندقيه جيته وتفرجت عليه، ويوم شفت ولن شيء كانك جالس في خيال، يعني شفتوا الشقق اللي مسوايه كانها مسوايه للعرب للعوائل الكبيره، فلذلك اخذت هالمقطع اللي وايد بيوز. كان مشروع فندق حياتها اللي انا سجلته، شقق الفندقيه، مشروع ناجح بكل المقاييس، مساحات كبيره كانك انت مسوينه لعمرك. يعني حسيت يوم دخلت الشقق هاي من طريقه تاثيث مطابخا السكيورتي اللي فيهن امنها الموقع اللي مبناي عليه البنايه هاي اللي هي الشقق الفندقيه كاني انا مسوينها، لان المشروع هذا على فكره ما كان مشروع فندق، هذا الرجال راعي الحلال هذا مسوينه له ولعياله، لكن يوم صار خذ عدة أراضي وخذ عدة مقاسات وعدة مزارع واستثمر أمواله ما شاء الله في البلاد المسلمة، بلاد الناس الطيبة، والله جعل البركة فيه، فسوى هذا مشروع كشقق فندقية في أرقى حي وأنت أرقى منطقة مكان بيوز لكم، وكل شيء قربه. المشروع هذا طالت عمركم صورت تحيدون، أنا كنت في البوسنة قبل 20 أو 21 يوم، فتلاقيت مع الاونر اللي هو صاحب المشروع هذا،
فعيبني وقال لي ابو محمد اباك تصور، لكن ما باك تنزل الحين لين نكون مستعدين نجهز كول سنتر عشان يستقبل المكالمات اللي بتي. فالحين خطف النص، فاليوم بنزلكم اللي هو الاعلان اللي انا صورته ويراعي المشروع هذا، وبتشوفون كل كبير وصغير في المشروع بيعيبكم للي حاب يصير في الايام اخر العشر الاخر، او يصير ايام العيد او يصير عقب العيد. المكان جميل 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 للغايه. اسم المنطقه بوغوتشا، اسم المنطقه بوغوتشا، تبعد من مطار البوسنه 15 الى 20 دقيقه. المبنى هذا تشوفونه مشروع اماراتي، شقق فندقيه اسمها شقق الحياه، وهي صدق مشاهد الحياه. قلت لكم اسم المكان مبلى بقوشة، اسم المكان ضاحية بقوشة. هذاك وين توني صورتكم المكان هذاك، لكن ما هان علي اني انا ما انزل سافل المبنى هذا واصور لكم اياه، اللي هي قلت لكم مبنى حياة. مبنى حياة هذا اللي تشوفونه مبنى شقق فندقية تشمله الخدمات، عبارة عن سبع شقق، كل شقة اربع غرف نوم ماستر ملاحقهن بدنياهن، شيء منهن هنتين بعد بحدايق لهن، واطلالتن على ما تشوفون. ما في الحاضر مد هذوها قدامكم. من المدينة، من المدينة تحت وين فندقنا نحن اللي ساكنين فيه 8 كيلو، يعني انت في عين الماء. مكان جريب وهادي، مكان فنان للعوائل، وكل شيء تحت، كل مولات الدكاكين كل شيء احتياجاتك كلها جريبة، فما تحتاج حتى سيارة. الدرب هذا يجيبك مرة من الطرق الخارجية والهاي واي لين توصل هالباركنات، وهذا مكان مال باربكيو. هذا المكان كله يخدم هالمبنى الجميل. هذه بوابة اللي تشوفونها، الحين بندخل من البوابة هذه. قلت لكم هذا المبنى الحياة، وهذا المكان اللي خبرناكم عنه. السلام عليكم. هذه من أول ما تدخل هذا الاستقبال، وتيك هني بعد من غير مدير الفندق، مدير الشركة، هذا مدير الفندق وهذا مدير الشركة، وهذا تبع الحجوزات. يتكلموا عربي وإنجليزي وبوسني ما شاء الله عليهم. وهذا ها على ما تشوف المدخل، شيء في لفت خاص للبنت هاوس اسانسير، وشيء لفتات من غير تخدم الشقق اللي من غير. هذا الباب وهذا المحراب، اول ما تجبل هاي غرفه صغيرونه هتيك وسط، عباره ماستر، لكن من ماستر الوسطيات يستخدموها للخدامه، يعني اذا كان في معهم خدامه ممكن يستخدموها، واذا كان في اي اشخاص ثانيه ممكن يستخدموها كغرفه نوم يعني ان شاء الله كضيوف. وهذه طالت اعماركم عباره عن اربع غرف نوم. هذا حمام ميلس، وهذا المطبخ، مطبخ عود، مركب خيل. لا تقولوا مطبخ، لا، مطبخ مركب خيل. والمطبخ شوفوا حتى طلالة المطبخ روحها تسوى وتستاهل. هناكم هذه أول غرفة، وهذا المدخل، ومن هناك المدخل الرئيسي مال البناية. هذا حمام رئيس مكان سامي، هذا المطبخ والغرفة اللي صورتها قبل دقيقة. يجيك هذا حينه الميلس الرئيسي، الميلس الرئيسي هي غرفة طعام وتخدم على المطبخ. هذا المطبخ عشان تخوز عنه الروائح، وهذا يتسكر في حال طباخ ونفاخ. وقدامه أبوي غرفة الطعام، وقدامه أبوي هاليالس الطويل العريضة الضم حتى ثلاث عوايل ضربة هيرمونيون وهم توهم عرسين. ها هذا وها تلفزيوناتها وانترنتها ودنياها، خدمه فندقيه، ريحه العرب ليواد، ريحه الناس الفنانين. هذه طالت عماركم شقه وحده من سبع شقق، في كل دور شقتين، كل شقه اربع غرف نوم ماستر. وهذه الاطلاله اللي خبرناكم عنها، اللي هي تسوى وتستاهل من يعني ويسكن في هالمكان المميز الفنان. ليش؟
الهدوء ما بلا السكن، السكن مكون في كل مكان، يسدك ريحة العرب ليواد، يسدك الييرة، يسدك المكان، يسدك اللذان، يسدك المكان الطيب، الهواء، الأكسجين، الطبيعة على ما تشوفون. هذا قدام عينكم، هذا بعد 15-20 يوم هاي الدنيا تغدي غبة خضرة تغني يا ليل، غبة خضرة تغني يا ليل. هذا طالت اعماركم حين باب وسكرنا بنرويكم باجي الغرف، هذه الصاله راويناك بياها بلاد من كبرها، كل 10-15 ادمي يدورون غرفه واحده صورناها. هذه طالت اعماركم الغرفه الثانيه ماستر روم، مكيفات الدنيا علما بان ما حد يحتاج مكيف، لكن يعني ها غرف النوم وكلهن اطلاله، الحاضر يعلم الغايب، كل غرفة مكبتاتها ودنياها. هذه غرفة ثانية، وهذه طارت عماركم الغرفة الثالثة، حمامها ودنياها وكبتاتها وبعد والإطلالة هذه على ما تشوفون. زين، هذه بارك الله فيكم الغرفة الرابعة بعد هذا، كان هاي للي عاد عندهم أطفال، للي عندهم أطفال هذا 3 شباري بطاولات بغرفة تلابس، حافظ على الورد، حافظ عليك يا أبو محمد، إيه والله اللي ما تضيع ولا تخرب، حافظ عليك، عين عليك باردة. هذه طالت عماركم مكونات الشقة مثل ما وصفناكم إياها، وهذا مطبخة، وهذا الحمام اللي يخدم الميلس، وهاي الغرفة صغيرون اللي قلنا لكم، وهذا الباب منه، هذا المحراب وهذاك الباب. الشقة عبارة عن 3 أدوار بيسمنت وثلاث أدوار من فوق. بنصور لكم حين طارت عماركم الشو اللي فوق الروف، شو اسم الروف بال بنت هاوس، البنت هاوس هذا خاص، هذا للبنت هاوس. ثانك يو. عاد نحن وصلنا وين؟ البنت هاوس. يا راي يا راجل، هذا الاليفيتر الخاص، هذا الاليفيتر الخاص للبنت هاوس، وهذا اول ما تظهر هذا شوفوا تو انفرخ الزرع، ها كل اول شيء تحيدون ساكورا اللي في اليابان اللي في طوكيو، ادخلوا لي اليوتيوب وشوفوا تغطيتي انا لطوكيو، طوكيو قبل 3 سنوات، كل الوقت اللي صرنا له نحن وقت الساكورا. وهذا حين اول ما تطلع، هذا الاسانسير خاص للبنت هاوس، ها اول ما تظهر ها هذا يدخل على المكان، هذا بنت هاوس، شيء غريب عجيب لا صار ولا استوى. هذا أول بادي يجيك الحمام، هذا عليك اليسار، وهذا المطبخ عليك اليمين، مطبخ طوله طول عرضه عرض، لا تقولوا لي شي شراته، ثلاجاته ودنياه، ها وبعد بالإطلالة. طالت عماركم اليوم في هالبنت هاوس المميز الجميل في ضيافة الأخ العزيز أبو حمدان، وهذا صلاح وهذا أبو راشد. سلام عليك أبو حمدان. يا مرحبا، كيف حالك؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟ الله يسلمك ويحفظك. ما بقدركم هذا صلاح وأبو راشد وأنت. الله يطول بعمرك، يا الله يكثر من خيرك، يطول بعماركم، جزاكم الله خير. طال اليوم طالت عماركم غدانا نحن، هذو الذبيح البوسنية من غير اللي من غير، ها ثلاث نمونات غداهم اللي الله كاتبنا، المهم فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله خلاص بنصور لكم المايو بالغداء. أبو حمدان تراويني البنت هاوس لو سمحت. أبو حمدان طالت عماركم هذا مشروع مواطن في البوسنة، شقق فندقية من الدرجة الأولى، هذا الحمام شاور للي مستعين حق السبوح. أبو راشد ما بنبطي تريوننا، ها هي هي شوف بلاد المكان، شوف الصالة بلاد 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 من كبرها، ها لا هذا اول ما اتي هذه غرفه الكوي، وهذا هيك عد المقسم الحين عليك اليسار من تدخل، جناح خاص هاي للغرف، بامكانك انت تفصل القسم الخارجي عن جناح الغرف، يعني سبحان الله يكون عندك خصوصيه اكثر. هذه الماستر روم، الماستر روم عباره عن مثل ما قلنا لكم على ما تشوفون كامله والكامل الله، كامله وكامل الله. وهذا حمامها طبعا، حمامها كامل، تشوفون مكان فنان،
ابو حمدان محمد بطي العبدولي. هي افتح افتح الباب. ابو حمدان ابو حمدان ابو حمدان وين طحت بهالمكان الفنان يا ابو حمدان؟ شو سر هالمكان الجميل هذه كلها البرنده البلكونه طولها طول عرضها عرض. هاي 160 متر روحها. ها؟ 160 متر. 160 متر هاي البلكون هاي للبنت هاوس. هاي الشقق اللي من تحت دور دورين ثلاثة والرابع هو البنت هاوس. للحديقة هذيك. ها اللي تحت هاي فيها حديقة وهذه اللي بعبني فيها حديقة وهذه الإطلالة. لا تقولون ما حد قال لكم هادوها. كاشوفي يا عين شوفي. كاشوفي يا عين شوفي. شوفوا المنطقة شوفوا جمالها. وشوفوا ها في الصيف خضرة مثل هي تغدي غبة خضرة البقعة هذه انت تعرفونها بعد البوسنة ما يبالها كلام. البوسنة مكان جميل للمقيض اللي بيي يبي الراحة يبي الاستجمام. اتوقع انك بتلقط مكان اخير عن هذا نسبة قرب من المدينة ومن العاصمة ومن الموقع اللي فيه المولات والكافيهات والاسواق وكالات السيارة كلها وين تحت في هذاك الوادي اللي تشوفونه. ومن المدينة 8 كيلو هذه تنشاف البلاد هاكي. هذه كانت أول غرفة. هذه أول غرفة اللي هي ماستر روم مثل هذا الباب اللي قلنا لكم الخصوصية اللي تسكره ينعزل عن المكان كله. هذا حمام يخدم طالة أعماركم. الغرفة هذه اللي حق الصغارية مثلا عند حد عنده العيال يبي يخليهم قرب هني غرفتين الغرفة الثانية وهاي الغرفة الثالثة وهذه هاي الإطلالة مثل ما رأيناكم. يا سلام سلم يا سلام. وهذا الحمام وهذه طالع هاي الغرفة ماستر اللي قبل شوي صورناها وهاي غرفة ماستر منقير. بسم الله الرحمن الرحيم. مكان جميل مميز يستاهل انك انت وكل اللي بيجي. هاي غرفة غرفة الملابس وهذه هذا بارك الله فيكم. الحمام الله يعزمك على السامعين. فمكان جميل منظر فنان. يعني شو أقول لكم كلمة جنان قليلة عليه. كلمة جنان قليلة عليه. شو رأيك أنت؟ طبعا أكيد والله والله رأيك. بس لا الإطلالة خاصة بالصيف الخضار لما يطلع والطالب بتكون روعة. عادل شو تخبرني يعني عن الخدمات اللي موجودة؟ والله لا في عنا أول شيء نبدأ بالتنظيف. في عندك بيكون مرتين بالأسبوع التنظيف. طبعا إنترنت 5G موجود بكامل الشقة. طبعا كله موجود فيها مغطية كله المبنى كامل يعني. طبعا طبعا بس الشقة كمان يعني ما في مكان ما في تغطية. لا بالعكس هذا كله كمان كله موجود. التنظيف إذا حتى لو حدا من الضيوف للبينت هاوس حابين يكون في عندهم خدم ولا أي شيء كمان موجود توفرون خدم يعني. طبعا 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 الحماية كلها كاملة للشقق. فيها مكيفات كل شقة داخلية وأرضية. نعم فيعني موجود فيها فيك تقول كل الاحتياجات يعني خاصة للشعب العربي. وهذا طالت أعماركم غدانا واليوم نحن في ضيافة أبو حمدان. وهذا بعد هي بحكي صلاح دقيقة واحدة زين دقيقة واحدة بس تبي الحمام ابو راشد ودي الحمام. هذا المكان هاي بعد صار بعد من غير كراسيها وهاي الاطلالة الثانية. شوفوا هاي اطلالة ثانية كل هذا في البنت هاوس. كل هذا هذا المدخل مال البداية. هاي الدنيا كلها تغدي غبة خضراء تغني يا ليل. ها هذا مدخل مال الصالة وهاللي قبل شوي قلنا لكم وصورناه من الطرف هذا كان للمصداقية أكثر. بنصور لكم الكامل الممر والشكل اللي تونا صورناها. صورنا لكم تونا البلكونة هاي وحين البلكونة هذه ما في الحاضر مدح. مكان اللي يقولون عنه يغني يا ليل هذا هو المكان اللي يغني يا ليل. هذا المكان اللي هو يا ليل يا ليل يا عين بعد ما بالله يا ليل يا ليل يا عين. مكان عليه رضوان من الله. عشرة درهم شغال من هل حيديكم 50-50 الواحد كل نفر 50 على سبها الفيديو. ليش خمس جيب منك
400. خيبة 350 ديم 350. ما قلت حاجة ديم 350. يلا حبيب روح عندكم شغل داخل مطبخ؟ توكلوا على الله. سيروا سيروا هدى ما سول هدية. يلا سيروا 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 جو جو خلها تولي. أحد كذب عليه بقاضي معاشات. لا والله قال لي زقري محدي 50 و50 ترى يتصدق هو على عمره مو زيك عمي مرة في الأسبوع يطلع. هذا طالت عمرك مسيكلية يا سيكلية اليديدي لا خليت من اسمه اللي مطرش من عندها السيكل يوم سمعني يا بسيكل طرش طرش وخده وطرش بسيارة لين هني. هذا بوياي ظاهر من غزر ماء إيه كم سنة حين سنتين وهاي الثالثة تحرات هو ميوب من الستور توه ميوب بظهر من الوكالة سيكل عليه أضوان من الله. شفتوا ما زين اليوم إن شاء الله بسوقه إن شاء الله أقطع فيه 10 كيلو 20 30 كيلو خلال ساعة تبارك الرحمن. خيبة 30 كيلو نسيت والله الحساب كم. ما تشوفك جب جب هرب الله تغرابي انا ابوك بروي العرب لبستي انا بصور انا بطالع قدامي انا بتحذر من السهر الجاي انا بسمع اللي في ذني هذا الهيدسيت انا بصور عمري وانا ياس اسوق لجل الواد بتعرفني انا اسوق سيكل. شوفوا هذا كله عاد الحين كم هي الحاسية سمع وبصر الحاسية حين انت بتيلس تسوق ولا بتيلس تراقب الدنيا هاي كلها منو بيلف عليك منو ما بيلف عليك منو بيرمسك منو بيجاوبك. هذا حين حال الدنيا مستوية من اللادمي سوى شيء كل شيء تحت التصوير ما عليه شيء اللي بتفيد فيه المجتمع خوب لكن حتى الخراب يتصور هاي مصيبة. أظني فهمي حافظ عليك يا ابو محمد برا وبحر ايه يا سلام الله الا فن وخيبه ترى حد يبكر بهاي سوقه الشواب زين الله الا زين فوق عن الزين ما شاء الله عليك يا ابو محمد حتى ظلتي غير عبد الله العرب. شلكم امشي بالسيكل وربكم يا اللي تعبدونه يا ريحه دهن عوده عطعط مسير يومين هذا الرجال هذا الرجال ريحه دهن عوده. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايش حالك؟ الله يبيك. وقسما بالله العظيم يا بيني وبينه اكثر عن 500 متر وريحه دهن عوده ينهى تعطعط هو قدامه اقول في خاطري منو هذا اللي يربع بكندورته وسفرته طلع هذا هو اللي كل سنه اشوفه. سبحانك يا رب ريحك والله اني عرفت في ريحك. شوفوا النظيف نظيف لا يقولون لا تقولوا لي صار يسوي رياضه لا تقولوا لي صار بعرقان زين زين زقرتي زقرتي الفنان فنان حافظ على بطن تربيت فيها حافظ على ظهر النسلك وحافظ على امن تربعت في ذبانها يا سلام سلم يا ابوك انت هذا والله انه غير نمونه يا سعد يا ابوك حظ حرمك فيك انت كانك تصبح وتمسيري حكى في الرياضه وهالنمونه ما اقول عنك شيء الله يطول عمرك يحفظك ويسلمك يبارك فيك عن صحك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك هذا هو لين اليوم لين اليوم ان شاء الله نفس المستوى دوم تبارك الرحمن ما شاء الله عليك سبحان الله يذكرني بلون دمة ابوي حياة ابوي شي لونك نفس لونك امس قاضي سبحان الله يلا حفظك ربك الله يبارك انت عاد عبارك كبر لا هو يعني يوم كان سنك هالنمونه شكله الله يبارك انت بخير خير انا نسيت اسمك اسمي ناصر عبد الله والنعم ابو خالد والنعم يا ابو خالد شوفك الله يحفظك تم على ما انت عليه توكل على الله الله يسر امورك سبحان الله الدنيا فيها خير شوف كان وما زال من هذاك الان الى هالان عيني عليه بارده عميت عينك يا حسود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله كيف ما شاء الله عليه من العام والسنه شفته العام وعام الاول كل سنه اشوفه بعد بالصدفه لا نفس اللقطه سبحانك يا رب زين انه ما يقول لي امسح الفيديو بالضبط 12 كيلو يعني 13 كيلو قاصر 10 خطوات شنهن خذتين بساعة كاملة 60 دقيقة ما شاء الله ما شاء الله علي عيني علي بارد عيني عليك بارد يا أبو محمد حافظ أنك رب العالمين من شر حاسد إذا حسد والله العام 15 و17 ساعة أكمل 20 ومرة كملت 27 كيلو
يا غير في ساعة ونص صدني أو ساعتين أسرب، لكن اليوم بس لأن أول مرة من زمان ما سكت السيكل، حتى الباب الحين متعايز أدخل أفتح الباب، متعايز كان حد يتعايز يفتح الباب أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعتكم. هذا الله يسلمكم بإبراهيم من الباب، قال ترى أم إبراهيم بت اليوم تفطر وياكم، قلت نحياكم الله. يا بتوا ياها شوربة، هاي الشوربة الفنانة، هاي شرات الآش وهي ما بآش، ما بهذا موضوعنا. شوربة فنانة بياضوي. المهم أم إبراهيم عملت لك أنينة شو عصير توت من سوريا جابينه وفرش، جاك جاك فرش توت يستاهل تمك. قلنا نزيل، حطت ولجيك بينها وبين ريلها وآزمت، خود بن عمي وهي يقول صب لها خذي بنت عمي، خود بن عمي خذي بنت عمي، لين ابويت هذا اللي تم الجيك والاسم انه جايبينه حقينا. شوف الله عليكم، حياتي ما شفت حد هالنمون عطيتا خاطر راعيها فيها. هذا يوم اي ذنوبهم ان مسوين تخفيضات من 25% الى 70%، ناهيك عن باوتشر 30%. تسترد ابوي اللي دفعته 30% تاخذ لك اي شيء ثاني، يعني اشتريت بل لك 300، اشتريت ب 10,000 لك سامان ب 3,000. شوفوا بحياتكم شفتوا ادمي اي عند العرب ويتقهوى ويتفيزر الحين تدرون لكم اكثر من نص ساعه؟ شهدوا. شوف يوم اقول لكم انا زعلان عليه، وليش انا ازعل؟ سلمت عليه يوم جيت؟ تنام حبيتني؟ ايه اليوم؟ ايه اليوم؟ ايه تعرف انك حبيتني؟ ايه سلمت عليهم كلهم؟ ايه والله ما حبيتني والله. شو ما اكل؟ ما اكل صراحة؟ ليش اليوم ما حبيتني؟ من اول امس حبيتني؟ ايه واليوم؟ بعدين بعدين؟ ان شاء الله. شو الأخبار؟ شو فطرتوا اليوم؟ هريس 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 كل يوم بس هريس؟ بيدود بطنه من هالهريس؟ ما له هذا اللي تشوفونه متفيزر عداء صلاح، هذا اسمه عهد. عهد هذا خال عيال منهل مدير أعمالي. عهد خال عيال منهل. قم عاده قم شوي واجد. هذا اللي تشوفونه ما شاء الله عليه عيال طيب وزين وخير. ما تعرفوا ليش خليته هنش؟ هذا الله يسلمك. شو هاي الشنطة عندي عندي لها 5-6 سنين ولا استعملتها. أقول في خاطري منو بيستعمل؟ ما القط بويتي قياس إلا هو قياس ديناصورات. هاي يوم أنا أحطها على يمبي مدة من الخاصرة للخاصرة، وهو داير هالكبير على كبر جسمه وضخامته. فعليك بالعافية. بس الحين الكون كله عرفني أنا عاطينك شنطة، لأن من النوادر إني أنا أعطي حد شيء. الهدية منك يا أبو محمد بركة. هي ما كانت هدية على فكرة، طايحة في كبدي ولا بعرف شو أسوي بها. طايحة. طيب. أقول هدية طيب. طايحة في كبدي. حتى لو طايحة. من سنين بي من 7 لـ 8 سنين وطايحة في الكبد كل الشنط استعملت إلا هذه. خليني أعطيك إياها. لا لا لا. خليني أعطيك إياها. لا لا حلت. ها صلاح شو رأيك؟ بس أنت أوكي من غير ما تعرف الموضوع. صلاح عهد عند خاله، خالته مقعدة على كرسي وتدور ريل يقوم بها. شو رايك تاخذها خالته؟ خالته من عجلون. مين ولا خبر؟ والله فنانه خالته بس ما تمشي. شو رايك بنحط لها حد يشيلها ويحطها؟ عمي. وانت شو رايك؟ لا لا عيل ولا تيل. عندها ضيعه هناك، عندها ضيعه بستان رمان وخوخ وتين. امين. شو رايك؟ خلي تولي. هذا وصلنا ابوي كم لبسه حق صلاح. قال اوفن اوفن اولدن. ها كلن حق كده ولا شيء حقينا صلاح؟ كله انت؟ انا مالي شيء. لا بس بس ما عليه خلني اطالع يمكن شيء حقي انا بعد ميو. هاي حقينا دان هاي طويل حقينا. شو هاي اللعبة؟ وهذه عجوتي. هلأ هلأ هذه حقك أنت. هاي الجوتي أنت قايل تبى جوتي. هذا جوتي حقك أنت. اصبر عاد اصبر، ما بالدنيا كلها حقك أنت. إيه ها مش بسم الله.
حتى مشية صلاح اختلفت. يلا سر لي الباب وتعال، سر لي الباب، سر يسار يسار يسار، داور داور داور، بعد بعد قدام بعد قدام، وقف وقف شوية، ارفع كندورك. الله يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن. ها وهاي اللبسات الحين كم وحدة؟ وين مالك انت وين مالي انا؟ على على كله كلهن؟ ايه منو قال لك انت كلهن؟ ادهم لا مالك من ادهم، هذا اولنا الثاني ما بس ما ادهم، انت مطرشين لك الجوتي النعول هاي مالاتي انا، انا طالبنهن ترياها من متى؟ لا حبيبي ها مالاتي ها ما ين انت ما شيء هذا ما بقياسك انت مسوي لا بس 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 مالاتي انا هاي كنت لان مسوي لك قصه قدام ريولك انت عريضه هاي تفصيل انا جبت البس انت ما عليه البس عاد حينه لا 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 هاي حقي انا بعد انزين ما عليه ترى مفصلت اخيا حقي كل الدنيا لك انت وكبت متروس من كيسك من كيسك انت اشوف ماشي ماشي نقل يا غزالي يا ابو عيون السود وغيرك ما يحلالي يا ابو عيون السود تنقل على نقلي ونقلي احبك انت تسلم لي يا ابو عيون السود تنقل يا غزالي يا ابو يلا الله 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 حتى مشي صلاح اختلفت ها شو صلاح زي مثل هاي هاي صلاح بعد ما هاي بالك لازم تتريق لين يسوي لك طلبيه منهم هاتوهم ايوبات اللي انا ما بلازم تعين ابوه على ما يعطوني انا تبعتبه يا الله ها ابوي صلاح حبيبي هاي مايوبات اللي انا هاي مايوبات اللي هذيلها مسوينها زياده مالهن هذا السكاي وايد دبل شو هذا شو هذا انت انت ما نعولي داد انت ما قرحاف يخق عليك باع باع وباع وباع وهو شو حشرتنا شو ماكل بعير انت تقول ماكل هريس اللي ماكل هريس هل كثير التقى تقيرات اللي ما توجه شو صراحة تحط سيئة رسم حبيبي ما بقياسك هايين ما لا تينا هذا والخمري هذاك الو برينج ذا سوان ذا ريد وان حقي يبيهن يبيهن رب الله تج- شو شو هذا هب هنتين حقي انا هنتين مالاتين حبيبي هاي انت بيخيطون لك غيرهن نحن احب نتصل بنتخبرهم هاي مالاتي لو ما طرشين قالوا اذا بغى منها صلاح بنسوي له القياس اللي هو عراض انتريوكم قدام شو رايك هاي اللون المات المات ما بالاسود هاي فيه صليج لا هاي غير نمونه شو الفينشنج ما زين هلا زينات شيوخيات يا سلام سلم ثانك يو المندوس زياره يا عهد وشكرا على هذا جيك التوت اللي جابته اختك على اساس انه حقه وشربه ريلها ان شاء الله صحتين وانا مين ما شربه مين ما شربه لكن بخبرك حتى حلويت مع الشنطه هاي انت لا حول ولا قوه الا بالله لا والله ما علم خاطئ لا تحقها ولا شيء يلا الله يحفظك حياك الله يا الله يحيي ابو وعد لا تربط وعد عهد 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 يلا حياك الله يا عهد ما نغير حتى اسمك تغير ويا الشنطه ايه كل شيء تغيرت احلى واجمل وانقى وصرت من النوع القوي هي مش صلاح صلاح العنابيه الو العنابيه حقي انا زين والسودة حقك انت والجوتي حقك انت كلهن لك انت والبيج هاي يجي بعد موديل جديد هاي تحقي انا ليش تفاتن ها احنا حتى شوف ممنوع لين يوم العيد ليش تخبرني يلا ماشي ماشي مشكلة وين مالتي انا حينه العشرة ونص حقك انت اسكت يا ربي شو هالمعركة مالاتي انا حينة هاي السودة مالتي واسم مال صلاح شو عطني مالتي انا عطني مالتي غلط عنابي
العنابية مالت ياها السودة مالت صلاح. شفت إن صلاح ولي عرف قال لك صلاح قال فقير قليت هاي بعد مالتي أنا. شو هذا ما بتي بيت لحسب ما بمالت مالتي ما بقياسك كيف أشوف يا ربي النحاس اللي فيك عيب لك والحيوان حرام حرام تلحق النار. هاي لبسه لي هنا هم ديل جديد ها أسبوعي ما محجسات حتى الأسبوع الحجسة زين. وين ثاني العنابية؟ لا هاي السودة هاي السودة مال صلاح هاي العنابية هاي مالتي أنا. شوف صلاح قول لا إله إلا الله ها. هاي اللبسة الثانية هاي حقي أنا هاي وحدة ها. هاي حقي أنا صلاح أنا لا بلوت ولا شياتك دولاب شي خصك في الدولاب وانت مطالع عني حتى في جواتي من عولي وايد من كيسك ول 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 بسم الله ما يتحاجة قادي باروت لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما زينه والله لفنانات ناس الإمارات. وهذا النداء الأخير 1 2 3 4 5 في اعتقادي أنبل رقمين هنهايل الاثنين هايل والثلاثة اللي تحت غير ما أدري ليش عندي إحساس إنه اللي بي زايد على هاي الرقمين فئة 2 ورقم 2 فئة 2 ورقم 20 إنه راح يكون شخص واحد إحساس ما أدري شو لكن إن شاء الله يكون يضبط اللي عدلو يضبط بياكلوني بقدرة. المهم بكرة الموعد الحاضر يعلم الغايب وقد أعذر من أنذر. بكرة آخر يوم وقت شو إظهار الشخص النبيل. النبيل بيكون عنده الزينة والخزينة زينة الدنيا وخزائن للآخرة. خزائن للآخرة شو بيكون أجر اللي بيدفع قيمة هذا. فبتكون أنت عضو فعال للغاية في مبادرة المليار وجبة مباشرة من الباب للمحراب. ما بيدخلان بنوك ولا بيصير في خزينة زيد ولا عبيد ولا بيبطن يوم ولا يومين سيد لأن ابتدوا في الإطعام ابتدوا يسوون الصناديق ابتدوا في التغليف ابتدوا في الإرسال وراويناكم بدال الودي هل وخبرناكم أن مردود المزادات الخيرية هذه يصب ريحها كله في المليار وجبة. هذا كله عمل إنساني وهالأيام المبروكة إن الله يرفع عنا البلاء والوباء ويرفع إن شاء الله أسمنا في عليين يا رب العالمين حفظنا وحفظ دارنا ويرحم المؤسس حياة الشيخ زايد ويطرح البركة في عياله خليفة وإخوانهم ويحفظ محمد والشيخ محمد بن راشد حكامنا وأولياء عهودهم أمهاتهم وبناتهم وعيالهم وذرياتهم وعيال عيالهم وأحفادهم وكل شعب الإمارات وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة. إن الله يرحم والديهم ويخليهم ويخلي كل من بيشارك في حملة إطعام المليار وجبة مبادرة جميلة من مبادرات الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويطول بعمره. عودنا وكنا وما زلنا ماشيين على نهج العطاء المستمر من هذه الدولة المعطاء الله يحفظها من دار ويتاجي عليها من كل شر وضر. ولقائنا بكرة إن شاء الله في قصر الإمارات في المزاد اللي ماشي بشراته مزاد النبلاء مزاد أنبر رقم 2 فئة 2 و2 فئة رقم 11 و9 و20 و99 منو دنك بداك هذا مرة ما بوقته. الله عليك سبحان الله.
يذكرني بلون دمة أبوي. حياة أبوي تي لونك. نفس لونك أمس قاعد يحصل. الله يرحمه. الله يرحمه. كنت عاد عبارك كبريانة. لا هو يعني يوم كان سنة هنمون شكله. طول عمره. الله يبارك. بخير. خير. أنا نسيت اسمك. اسمي ناصر عبد الله. والنعم. أبو خالد. والنعم يا أبو خالد. شوفك. الله يحفظك. تم على ما أنت عليه. توكل على الله. الله يسر أمورك. سبحان الله الدنيا فيها خير. شوف. طالع من وين لقيتها؟ ذكرني بوا كونيتشوا كاريدو سارم توموش ماس وبويتي ماسكا. مرحبا خالد خالدي شحالك؟ عشان مغرب المري اذا تذكرني تلاقينا في الايفنت ريال ياسر ياسر بن خديجه. ياسر بن خديجه ذري قبله عارف؟ اي وما قصر محمد ان شاء الله عليه يا وسوى ترويج ودعم الايفنت وكل شيء. بالعكس اقول لك يعني محمد ترى السؤال لما تبر عيار الفينا من وراك انت ما شاء الله. ما لا المشكله ما حط اكاونتي فما حد سوى لي فولو. يا ريت لو بحط اكاونتي. لا الحين هو ريال معروف كل حد يخبرني. اه وين ما حد يعرفني. الخالدي اللي يعرفونه الخالدي اللي مشهور ما شاء الله عليه. الله يبارك لك. يستاهل طبعا طبعا. نشوفك قريب ان شاء الله ابو محمد. الله يحفظك. ليدي في عقلكم ان شيء يخير عن الصافي وعن الجنعد. هذا ملك الاسماك. ملك الاسماك انحصر صافي ولا جنعد. لا تدور شيء اخير عنه في الدنيا العودة. مستغرب من اللي ياكلون السمكه قبل ما ياكلون راسه ولا يقصون راسه. انا ابو ما بلقص راسه. انا راسه حتى ما يهون علي عقله. راس الصافي ما شيء عقبنا. راس الصافي ما ينعد شيء. هذا فناقينه ودنيا وسطراته. راس الصافي هو اللي وراء العافية. هي راس الصافي هو اللي وراء العافية. لا تدور عافية من عقب الله سبحانه وتعالى إلا في راس الصافي. إيه لا تدور. أعطيت خير ولا تكمل الباجي دخيل. تستاهل تستاهل تستاهل. أخلينا نكمل هذا زين. لا 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 أذكر الله. مجرد بس من أصور وياه دقيقتين. ين 200 تليفون الحساد الحساد الله أكبر عليه. والله يا أبو علي ها كلم الحسد. الحسود لا يسود. كلم أبوي هاي جماعته. كلم الحسد ليش؟ الحين يارس على يمينك ابو محمد وليش يرمس وياك؟ شو هالميانة اللي طايح على الكذا؟ وهو قال ابوي انا لا اصبر عنه وانا ما اصبر عنك يا ابو علي. لا خلينا من كذلك يا ابو لا خلينا من كبدك. ايه عند احمدي عند احمدي.